بجامعة أم القرى. الهيكل التنظيمي لمعهد خادم الحرمين الشريفين، هناك لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية وزير التعليم ووزير الحج والعمرة، ويتبع لهم سعادة رئيس جامعة أم القرى وعميد معهد خادم الحرمين الشريفين. كما يوجد في المعهد 4 وكالات، وكيلة المعهد ووكيل المعهد للشؤون الأكاديمية ووكيل المعهد للجودة والتطوير ووكيل المعهد لفرع المدينة. هناك 5 أقسام علمية في معهد خادم الحرمين الشريفين. هذه الأقسام العلمية في عدة مجالات: القسم الأول قسم البحوث العمرانية والهندسية، وأيضا قسم البحوث البيئية والصحية، وقسم البحوث الإدارية والإنسانية، وقسم المعلومات والخدمات العلمية، وقسم البحوث الإعلامية. كما يوجد في المعهد بنك المعلومات يحتوي على العديد من الدراسات والخرائط والمخطوطات والصور والفيديوهات التي تساعد بإذن الله أصحاب القرار في تطوير المنظومة وأيضا وضع البنى التحتية وتطويرها لراحة الحجاج منذ وصولهم حتى عودتهم إلى أهليهم سالمين غانمين.